أرجو أن نفرق بين الدفاع والمواضيع الداخلية، إن هذه القوة لم تجد أو لم تخلق للتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد من دول الخليج، إنها قوة دفاعية عن أي اعتداء على أي دولة عربية خليجية من خارج الحدود وليس من داخل البلد. هذا الرجل قال وبين أن هناك جيوش دخلت لتقتل وتستبيح، فيما أن هذه هناك اتفاقية ما بين 6 دول وجاءت للدفاع عن منشآت حيوية وليس لها أي دور أمني. هذا الكلام الذي سمعناه كذب، ليس لها أي دور أمني أبدا، ولم يرها أي واحد من شعب البحرين إلا حينما دخلت من على جسر الملك فهد وهي متجهة إلى القاعدة. فالمكان الكلام اللي سمعناه هذا من أين جاء به لا نعلم، لا ما أنزل الله به من سلطان. تذبحوا أو تضربوا أو تقتلوا،
إنكم جئتم ضيوفا للبلاد تفضلوا لكنكم جئتم بأسلحة ونار تشعلوا جئتم لكي ما تذبحوا أو تضربوا أو تقتلوا جئتم على دم الطهور لتشربوا ولتأكلوا فلترحلوا فلترحلوا.